كنتمنى تكونوا باحوال جيده. الفيديو ديال اليوم هو عباره عن الوصفه ديال البانكيك اللي كيجي راقي في المنظر ومفشفش رطب، كيصدق 100% وبطريقه جديده اللي كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق كيف جاكم. خليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو جوج بيضات اللي عزلنا بيض البيض على الصفر، عندنا معلقه كبيره ديال البافو اولا الخشخاش، جوج معالق كبار بودره اللوز، معلقه كبيره سنيده قبصاد الملح، 200 غرام ديال الدقيق اللي مغربل، جوج خمارات حمرين، وجوج نكهه ديال زهره البرتقال، 200 مليلتر ديال الحليب بحرارة المطبخ، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة مندوبة. أول حاجة كنبداو بها هي كنهزو صفار البيض اللي عندنا، كنضيفو ليه معلقة كبيرة ديال السنيدة قبصاد الملح، جوج صاشيات ديال نكهة زهرة البرتقال، ممكن تنسمو بفاني او قشور الحامض او قشور الليمون، يعني اي نكهة نتوما كتعجبكم تنسمو بها. كنخلطو العناصر باش ينسجمو بعضياتهم. من بعد ما خلطنا، يعني كنستعملو الطراب اليدوي، كنزيدو معلقة كبيرة ديال الزبدة المذوبة، 200 مليلتر ديال الحليب ماشي دافي غير حليب عادي بحرارة المطبخ، كنخلطو. كنضيفو جوج معالق كبار ديال بودرة اللوز، ومعلقة كبيرة ديال البافو أولا الخشخاش اختياري، ممكن تستغناو عليه أولا ممكن تعوضوه بالفواكه الجافة اللي تكون مطحونة، مثلا اللوز الكركاع السبيب نطحنوهم ونضيفوهم في هذه المرحلة هذه. من بعد ما خلطنا العناصر هنضيفو الدقيق مع الخمارات الحمرين، عندي هنا جوج خمارات حمرين، انت كتعرفوا الجو دابا بارد، يعني الا كان الجو سخون يعني ممكن تستغنيو على وحده ديروا غير خماره وحده. كنضيفو دابا الدقيق شويه بشويه ونضيفو معاها الخمارات ونخلطو مزيان. بعد ما ضفنا الدقيق كامل اللي عندنا، 200 غرام ديال الدقيق كامله، كنحصلوا على هذا القوام هذا. في هذه المرحله هذه غنضيفوا بياض البيض. السر في هذا البانكيك باش ينجح هو هذه القضيه ديال كنعزلوا صفار البيض على بياض البيض وكنخليو بياض البيض هو اخر حاجه. ممكن الا بغيتوا تربوا هذا بياض البيض تيطلع بحال شكل ديال الثلج وتضيفوه، اولا ديروا كيف ما درت انا ضيفوه مباشره في الخليط ديالكم. فهو السر باش كيخلي البانكيك كيجي رطيب وكيجي مفشفش، كيجي بحال اللي كتاكلو على برا. كنخلطو مزيان وكنخليو هاد العجين هذا يرتاح لمده واحد ساعه المقامه حتى كنلاحظو بلي العجين خمر عندنا. انتما كيف ما كتلاحظوا بعد ما دازت واحد ساعه المكانه العجين ديال البانكيك خمر، كيف ما كتلاحظوا القوام ديالو ولا بحال شكل كريمي، ولا بحال كيبان بحال الا طربتو بياض البيض وزدتوه على الخليط. انا هنا نستعمل هذه المقله هذه، ممكن تستعملوا المقله العاديه ديال البانكيك على عافيه مهيله. كنحطوا المقله ديالنا تسخن واحد شويه، كنخرجوا داك الهواء اللي كاين في العجين ديال البانكيك، وكنبداو نعمرو المقله ديالنا بداك العجين، نديرو غير كميه قليله في المقله لانه مع الخميره راه كيخمر وكيتنفخ.
ممكن ديرو بانكيك عادي، اولا ديروه معمر بالشوكولات، حبيبات الشوكولات، اولا صلصه الشوكولات، اولا معمر بالبنان من الوسط، علاش لا. كدير واحد الكميه ديال العجين، كتضيفوا الحشوه اللي بغيتو. انا هنا درت قطع ديال الشوكولا، دير القطع بحال هكا وكتزيدو كتغطيوهم من الفوق بالعجين صافي، وكتخليو البانكيك ديالكم يطيب على عافيه مهيله باش يطيب من الداخل مزيان حيت دغيا كيتحمر. انا هنكمل على هاد الطريقه حتى نعمر المقله ديالي كامله. نتوما كيف ما كتلاحظوا، من بعد ما حسيت بلي التحت ديال البانكيك صافي راه تحمر، كيبدا يدير لكم من الفوق بحال شكل فقاعات صغيورين، نتوما كيف ما كتلاحظوا راه كيبانوا لكم، تما كتعرفوا بلي صافي البانكيك ديالكم راه تحمر من التحت، ما كياخذش بزاف الوقت، كنقلبوا على الجهه الاخرى باش يتحمر. هنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل العجينه ديال البانكيك كلها اللي عندي. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البانكيك من بعد ما كتقلبوه كيتنفخ وكيجي مفشفش من الداخل وكيتحمر، وها هو الشكل النهائي ديالو كيف ما كتلاحظوا، كيجي رائع في المذاق وفي الشكل. ممكن تقدموه في الفطور اولا في الكوتي مع الكونفيتور اولا العسل اولا صلصه الشوكولاته، يعني كل واحد والحاجه اللي كيبغي. كيجي مفشفش رطب، كيجي بحال ديال برا، يعني بحال البانكيك اللي كتاكلو على برا، وسهل يعني ما كياخدش الوقت بزاف في التحضير، ومضمون 100%. هذه اهم حاجه انه مضمون 100%. هانتوما كيف ما كتلاحظوا واحد البانكيك قطعتها باش تبان لكم من الداخل كيف ما كتجي. كنتمنى تجربوه بالصحه والراحه.